أحسن الله إليكم يا شيخ. السائلة هم أنس من المنطقة الشرقية، تقول بدأت صيام 10 ذي الحجة من اليوم الثاني لأنني لم أعلم بأن شهر ذي القعدة غير كامل، فصمت 9 أيام، هل أصوم يوما من ذي الحجة لأتمم به العشر؟ لا يكفي، تصوم إلى يوم عرفة. نعم. إلى اليوم التاسع. طيب. يكفي هذا. طيب. ولا تقضي اليوم الذي نقص عليها، ما تقضي. ما تقضي. لأنه نافلة ولا يكفي. طيب. جزاكم الله خير.